بمعنى آخر أنه داك الشيء اللي داز على العدالة والتنمية كان يمكن أن نتخيل أنه إحنا مالنا ومال هذا الشيء كامل كاع. نحن يعني عموم إخواننا يعني من هذه الطبقة المتوسطة شوية مويان موان، إحنا ماشي مويان بلوس، إحنا باقي ما وصلناش لدوك اللي لتحت، وتا واحد فينا الحمد لله ما كاين الفوق، فهمتيني ولا لا؟ وفي الحقيقة هذه القضية كتبقى فيها أنه تا واحد فينا ما عنده شي فليسات حقيقيين، معظم الإخوان كيقضيو الغرض والسلام، وفي الحقيقة كيحضيو إلى شي واحد عنده شي فليسات حقيقيين بغى يقرب منا، كيدارو له أساليب وأساليب باش واحد كان جا بغى يترشح معانا وتشجع وقال، وفي الاخر تصفطوا للحج كاع، صفطوا للحج باش ما يترشحش معانا وما يكونش في اللحظه ديال الانتخابات، بل رشحوه مع حزب اخر. المهم معليش، وانما نرى كتبعك الى الذين هم اراذلنا بادي الراي، وما نرى عليكم من فضل. يبدو ان اتباع الانبياء والمرسلين ومن هذه الشريحه. لا هذا الاخ جاب لي هذا باش نسمع لوصيهم من هنا، هذا كافي، ما كتسمعونيش هذا اللي خصني ندير، هذا مزيان، خصني نعاود لكم هذا الشيء اللي فات. هو الإخوان القضية ماشي قضية جينات، هو القضية قضية مسؤولية أمام الله وأمام شعبنا وأمتنا ودولتنا. علاش؟ لأنه إحنا في الحقيقة في الأصل إحنا غير دعاة، كنا في حركة إسلامية، القيلو كان نتكلموا مع الناس على الوضوء على الصلاة على إلى آخره، كنديروا مخيمات وإلى آخره إلى آخره، كنعلموا القرآن، وكنتكلموا في السياسة بطبيعة الحال، ولكن ما كناش في حزب سياسي. ولكن واحد الوقت شعرنا باللي الأمور ما ليست على ما يرام، وقلنا ندخلوا نشاركوا بما تيسر. دخلنا باش نشاركوا في الحياة السياسية، كلكم عارفين هذا الشيء، كلكم عشتيوا هذا التاريخ، هذا اللي بدا من 92 فاش دخلنا الدكتور الخطيب معاه رحمه الله في الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، وفي الانتخابات ديال 97 اللي كانوا الناس كينتظروا ما غنجيبوا والو، بما فيهم الدكتور الخطيب رحمه الله، كان كيتخيل اننا ما غنجيبوا ولا. وقال لواحد الامريكيه كانت جات لعندو من داك الان دي اي يعني ناسيونال ديموكراتيك انستيتيوت، قالت له شحال غتجيبوا؟ قال لها نو وان، ولا واحد. وجبنا تسعود في الحق اقتنعناهم هذوك، يعني حيدناهم من فم السبع، وفي الحق كانوا كثر، كتعرفوا هذا الشيء كله. ومن بعد في الانتخابات ديال 2002 جبنا 42، كانوا عندنا 14 لأن تسعود، وفي الانتخابات الجزئية جبنا 5، وفي 2002 جبنا 42، 14 سولوا السيد اللي جبتو ديك الساعات كان وزير الداخلية، قالوا له يكمل الإسلاميين دوبلوا ضعفوا الرقم ديالهم، قال لهم لا في الحقيقة ما ضعفوش، اللون تريبلي ضربوه 3. فبدا الانتباه لهذه القوة السياسية باعتبارها قوة تهدد ربما التوازن السياسي في البلاد إلى آخره، بمعنى آخر الناس اللي مهيمنين على القرار السياسي ما تلاش عاجبهم الحال، ولاو تيفكروا كيفاش يديروا باش يوقفوا هذا المد اللي معناه هذا الشيء اللي وقع، أنه هاد الشريحة ديال الناس اللي كانت في المساجد وكانت يعني في المدارس والثانويات والجامعات إلى آخره، لقد تجاوب الناس شعروا بريوسهم بحال كيقولوا المغاربة، طاح الحك ولقى غطاء، الناس لقاو تجاوب مع هاد الناس وتجاوب مع داكشي، ولقاو الناس اللي كيدافع عليهم،
الوقت اللي جات القضيه ديال الخطه الوطنيه لادماج المراه في التنميه، ونظن حنا تحملنا المسؤوليه ديال الوقوف في وجهها بوحدنا، باش نقولها بصراحه انتين ولا لا، واخا في المسيره ديال 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 ديال, ديال 12 مارس 2000 خرجوا معنا اخوان اخرين، ولكن حنا اللي تحملنا المسؤوليه ودافعنا عليها الى اخره. المغاربه شعروا باللي كاين شي حد كيدافع عليهم بصدق، من الناحيه السياسيه يمكن يكون على قد الحال، ولكن كيدافع عليهم بصدق وتيدافع عليهم باخلاص وتيدافع عليهم باخلاق. ومشات الامور في هذا الاتجاه، وكتذكروا 2007 كيفاش داز، جبنا 46 و2000 و2009 كيفاش داز، يعني جينا حنا 60 في الانتخابات الجماعيه الى اخره. وتوضع باش 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 يوقف وجه هذا المد هذا واحد الحزب بدا بواحد التيار تيقول انه غيجمع كل الديمقراطيين، بمعنى اخر غيجمع الناس كاملين ضد العداله والتنميه. الا كتذكروا هذا هاد الحزب هذا اللي الا كتذكروا في 2009 كيشارك لاول مره، كنتكلم على حزب واخا ماشي هو اللي مخاصم معنا دابا مباشره، ولكن هو اللي مخاصم معنا على كل حال، فهمتيني ولا لا؟ هاد الحزب هذا في الاصل في 2009 قدم اكبر عدد في الانتخابات الجماعيه، ودا اكبر عدد من الجماعات، وكان غادي باش 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 يصفي العداله والتنميه من الحياه السياسيه يولي حزب هامشي. وهذا الشيء قالوا السي فؤاد علي الهمه في التلفزيون مباشره، الا كتذكروا في دوزيام خرج تيقول هذا الكلام، وخرجت انا كنرد عليه، وخا القصر الملكي اتصل ديك الساعه بالسي سعد الدين العثماني وقال له يمكن لكم تمشيو لدوزيام وتردوا. صفتوا السي عزيز الرباح ورد واحد الرد بسيط، ولكن انا رديت عليه ولو في الصحافه رد قاسي. قلت له دابا كنتي في وزاره الداخليه، ما كناش كنتعرضوا لك، لانه كنتي قريب بالجلاله الملك، ما دابا اللي بهبطتي معنا للساحه راه حنا غادي ننزلوا لك باي وسيله، اي وسيله مشروعه كانت. وبدات واحد المعركه ديالنا معهم حقيقيه، ووصلنا بطبيعه الحال هما عندهم اساليب ووسائل وامكانيات ونفوذ وتدخل في الاداره وحكايات وحكايات واموال، فهمتني ولا لا؟ وبداو كيضيقوا علينا، الا ان الله سبحانه وتعالى شاءت اقداره ان تاتي رياح تقلب الاوضاع ديال، جات الرياح ديال 20 فبراير، وساعتها كتعرف الرياح اش كدير، كتعري يعني داك الحوايج اللي خفاف، وداك الشيء كتبقى الحقيقه ظاهره، فظهر للناس ان هذا الحزب ليس في صالحهم، وانه يعتبر خصما لهم. وخرجوا الناس 20 فبراير كيعرضوا به، وملي جات الانتخابات من بعد القرار الحكيم ديال جلاله الملك في 9 مارس 2000 خرجوا الناس كيصوتوا على حزب العداله والتنميه، وجبنا جينا الاولين في الانتخابات ديال 25 نوفمبر 2011، وعين جلاله الملك رئيس ديال الحكومه، ومشينا الحكومه 5 سنوات. ومن بعد هذيك 5 سنوات الشيء اللي كان منتظر هو انه الحكومه غادي تطيح، هذا عادي في الديمقراطيه، ولكن ديك الساعات ما طاحتش، بل فعوط من 107 اللي جابت في 2011 جابت 125، كلكم كتذكروا هذا الشيء، جابت 125. فبطبيعه الحال رغم كل ما اعطي لهذا الحزب وللاحزاب المشابهه له من امكانيات واموال خياليه لا تخطر لكم على بال الى اخره، يعني رغم هذا الشيء كله جينا حنا الاولين. اعترض على الاخ عبد الاله بن كيران حيدناه، جاء اخ اخر، مشاو الاخوان 5 سنين حسب الفهم ديالهم كيف ما تيسر لهم كيف ما تصوروا هو الصواب، وجات النتيجه ديال 2021 اللي كي تصدر المشهد فيها حزب التجمع الوطني الاحرار. دابا الاخوان ديالنا حنا علاش من بعد هذاك الشيء ديال 2021 الاخوان تازموا بصراحه، وكانت دعوات باش الاخوان يتركوا العمل السياسي يمشيوا في حالتهم كاع ما يبقوش فيه. ومن الاخوان اللي جاء عندي في حاله متازمه اخونا الاستاذ الصمد ابو زهير المحترم والشجاع، قال لي السي عبد الاله حنا هادنا جينا غير نعاونوهم، علاش هاد التبهدله هادي؟ ولكن الاخوان حنا ما كننظروش لنفوسنا باعتبارنا فريق ديال الكره، بغى ينجح ويدي لاكوب، ولا بغى يوصلوا الناس ديالو للبرلمان باش يكون عندهم اجره كبيره،
ولا بغاو يوصلوا للحكومه باش تكون عندهم امتيازات، وان كان هذا الشيء هذا مشروع. الا شي واحد كان عنده طموح لهذا الشيء مشروع، ولكن ماشي هذا هو الهدف. وعلى كل حال ماشي هذا هو الهدف الاول. الهدف الاول الاخوان هو اننا حنايا شي حاجه الا قلناها كنامنوا بها وتنتيقوها في داخلنا. حنا بلادنا عزيزه علينا، والدين ديالنا عزيز علينا، والدوله ديالنا عزيز علينا، والنظام ديالنا عزيز علينا، والملكيه ديالنا عزيز علينا. وكنشعروا باللي ما يمكن ليناش نتخلاو، رغم ان الاخوان اهتزوا لما جا المؤتمر الاستثنائي، وكان هذاك النوع من النداء من خلال التصويت ب 81% على الاله بن كيران باش يتحمل المسؤوليه. رجعت انا وناديت في الاخوان باش نجيو نتحملوا المسؤوليه باش نستمروا، لانه مع هاد الناس هادو كنشعروا بنفسنا انه علامة الدار على باب الدار، كل شيء مهدد. نبداو بالدين ديالنا وهو الاساس. حتى الاخوان خصكم تفهموا واحد القضيه، حنا اليوم الاخوان كنعيشوا في واحد الزمان اللي ما بقات حتى شي دوله بوحدها، كلشي الدول متداخله بعضها مع بعض، تؤثر في بعضها. وكاين دعوات دوليه يعني افساد الكون، حتى ان شي واحد لقيتو داير واحد التدوينه تيقول الشيطان دابا غير يمشي يرتاح، صافي راه الناس قايمين بالدور ديالو على احسن الوجوه، وماشي بحال شحال هادي الشيطان كان يوسوس. هادو دابا كيجيو بالقرارات السياسيه من اعلى وكيفرضوها على الدول. واش الاخوان كتخيلوا ان المثليه الجنسيه بمعنى اخر اللواط باش نكونوا زعما واضحين، اللي هو جريمه فوق الزنا، ان هاد المثليه الجنسيه يولي كيجي بها يعني تعليمات من اعلى المستويات في الكون، ولا تكلمتي مع شي مثلي جنسي ولا شي حاجه تقلب عليك الدنيا. والعري، وقال لي واحد الاخ اليوم قال لي السيد الاله، قال لي شي فتاه ما لبساش بزاف مشات للوفر، جات دخل ما خلاوهاش تدخل، قال لها خصك تلبسي بطريقه لائقه، فهمتيني ولا؟ مشات جابت مجموعه ديال الفتيات كلهم لابسين بنفس الطريقه، ودخلوا ملي دخلوا لداخل حيدوا اكثر ما كنا يلبسنا، وقامت المناصره ديالهم. دابا هذا الشيء ولا صعيب جدا ولا مفروض، وكيخصنا المقاومه. ما تشوفوش اليوم في غزه انه الناس دايرين الانفاق وهابطين وكيتقاتلوا مع واحد العدو اللي كيقتل فيهم، فهمتيني ولا لا؟ يعني العشرات كل يوم، واللي اليوم وصل العدد ديال القتلى انا كنعتبر الى 100,000 على الاقل، واخا تيقولوا 40,000 ماشي 40,000، نادي 40,000 غير التي استطاعوا ان يحصوها، بمعنى انهم خرجوها من تحت الانقاض واستطاعوا يدفنوها ويعرفوا الاسماء ديالها. لا، هذا اكثر من 40. ملي تشوفوا الناس بحال هكذا عرفوا بانه هاد الناس اللي في غزه راه هما تيحاربوا نظام كوني، يعني ممثل في دولة إسرائيل أو ما يسمى دولة إسرائيل، وتفعل ما بدا لها باعتبار أن والزعماء ديال هذا هما تيغوتوا تيقولوا هذا الشيء راه غيأدي بنا للهلاك، هذا راه باغي يحارب الإسلام، وفعلا راه هذا الشيء باغيين يحاربوا الناس الإسلام. ولهذا حنايا اليوم من مواقعنا، لأنه حنايا ما غاديش نحفروا الأنفاق ولا غنحملوا السلاح، هذه بلادنا وهذه دولتنا وهذا الملك ديالنا. حنا نريد ان نكون عنصر قوة له ولدولتنا، ماشي عنصر اضعاف. وهذا الشيء هذا كيقتضي منا اننا نكونوا في شي موقع. كيدير هذا الموقع؟ طبعا كل واحد عنده الدور ديالو، العلماء عندهم الدور ديالهم، الجمعيات عندها الدور ديالها، الاحزاب السياسية عندها الدور ديالها. حنا حزب سياسي عندنا مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى وامام دولتنا باش نقويوها باش تكون قادرة، لانه البلاد الا قويتيها تقدر توقف وجه الضغوط، الا ما قويتيهاش فيجي عندنا وزير ديال العدل. هذا وزير العدل كيف يعقل ان يكون وزير للعدل ويبدا يدافع على 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 العلاقه ما يسمى بالعلاقات الرضائيه؟ راه بعد هذا الشيء هذه غير اسماء، فهمتي ولا؟ اللي تخليط الامور، ما كاين لا علاقات رضائيه لا والو، كاين الزنا وكاين اللواط وكاين الاغتصاب. ها
هذا الشيء اللي كاين وكاين الفساد. هذا ماشي وزير عدل، هذا وزير فساد. وليس من المعقول أن يبقى وزيرا في حكومة أمير المؤمنين، ليس من المعقول. ويعني هذا الشيء هذا كيفاش غنديروا نوجهوا؟ بطبيعة الحال كيمكننا نوجهوا في المواقع، يمكننا نوجهوا في الصحافة، يمكننا نوجهوا، ولكن الإخوان الكرام البرلمان هو البرلمان، يعني هذوك 13 الأخ وأخت اللي عندنا في ذاك البرلمان، سأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من بركته، وخا هما عددهم قليل عندهم دور وعندهم تأثير اللي ما كانش عند ربما الأمين العام ديالكم. ولهذا احنا ملي كنقولوا للسي عبد الصمد يمشي، ما تنقولوش يمشي للبرلمان لا سخر الله ونجح، إن شاء الله الرحمن الرحيم لا بغى الله ينجح لا ينجح، تنقولوا له يمشي لأنه باش يدافع، لأنه باش يضاف الإخوان ديالو يدافع من داخل قبة البرلمان، لأنه 13 ماشي 14. وبالنسبة لحزب العدالة والتنمية واحد اليوم راه ماشي سهل، هذاك غادي يكون إن شاء الله الرحمن الرحيم مؤشر. هذا الشيء الإخوان اللي كنتكلم معكم عليه مرتبط بالدين ديالنا، مرتبط بالوطن ديالنا، لأنه خصنا نتفاهم. راه الإخوان التعليم اللي كنتكلموا عليه كاين فيه بزاف ديال الحوايج مرتبطين بالمصالح، وكاين أشياء مرتبطة بالبرامج ومرتبطة. هذا التعليم الإخوان راه هو اللي كيكون لكم الأولاد ديالكم. هذوك الناس ديال غزان اليوم إلا شتيوهم يسترخصون الموت في سبيل الدفاع عن وطنهم وفي سبيل الدفاع عن فلسطين وعن المسجد الأقصى، فلأنهم يعني ترباوا تربية إسلامية حقيقية وانتشر فيهم حفظ القرآن حتى أصبح يحفظه الأطفال والنساء بكثرة، وتيجي وتيقرأوا القرآن من الفجر حتى المغرب، غير بالعراضة كيعرضوا القرآن الكريم من الفجر حتى المغرب، والإنسان تيكمل المصحف الكريم. هادو دراري صغار اللي بحال هكا، ملي الانسان هاد المعاني كتدخل معاه. وهذا الشيء اللي كنقول لكم دابا حنايا خص المغاربه يسمعوه ويفهموه ويعرفوا باللي ضروري. راه ماشي المغرب الاخوان دوله اوروبيه، والدول الاوروبيه اصبحت مهدده. فرنسا الان الا كتسمعوا كتتبعوا الناس ديالها تيقول لك فرنسا ما غتبقاش موجوده، مهدده بالزوال كدولة عندها تاريخ وعندها إسهام في الحضارة الإنسانية، وهي مولاة حقوق الإنسان إلى آخره، وكانت دولة استعمارية كبرى، وكانت هذه فرنسا اليوم مهددة. المملكة المغربية دولة إسلامية استثنائية، عاشت قرون وقرون وهي تدافع عن الإسلام في غرب الأمة الإسلامية، وخصها تستمر في هذا الدور. وواحد المرة قال لي واحد من الأمراء ديال الخليج، قال لي هل من لا نحن إلا إخواننا المغاربة، هما تما في الخليج ولكن كيعرفوا باللي الدفاع اليوم راه كيبدا هنا في المغرب. وغادي يبقى دائما الإنسان كيتعجب كيفاش نابليون خرج من فرنسا ومشى حتى لمصر وما فكرش باش يجي للمغرب أولا، ومن اللي دخلوا للجزائر دخلوا في 1830 ما حطوا رجليهم في المغرب حتى 1912 بعقد حماية وليس استعمار. هاد الدور الاخوان ديالنا راه دور في هو فخر لنا، نعم صحيح، ولكن راه يعني مسؤوليه في اعناقنا لكي نحافظ عليه، والا حنا غنكونوا الجيل الذي ضيع المغرب ديال يوسف بن تاشفين، والمغرب ديال السعديين، والمغرب ديال المولاي اسماعيل. المولاي اسماعيل الاخوان راه حرر الثغور وكاد ان يحرر يعني بليليا وسبته، فهمتيني ولا لا؟ لولا ما انه وقع ما وقع، واستتب الامن في وقته الى اخره. فحنايا خصنا اليوم نفهموا علاش كباقيين كنديروا السياسه، والا نمشيو نجلسوا حتى حنا في ديورنا. ولكن غنقول لكم واحد القضيه، راه الا مشيتي وجلستيو في ديوركم مع عيالاتكم ومع وليداتكم وليتيو مشغولين بالثمن ديال البطاطا وخيزو والطرامط وداك الشيء اللي عزيز عليكم، فهمتيني ولا لا؟ راه ما عندكم حتى شي ضمانه على ريوسكم، وخصوصا ما عندكم حتى شي ضمانه على اولادكم. انا شحال تنفكر دابا في الاولاد، شي مره تنبقى نقول هاد الوليدات اللي ولدنا وهاد الحفيظات اللي ولدوا ولادنا شنو هو المستقبل ديالهم؟ راه ما كاينش شي طريقه باش تدافع على المستقبل ديالك الا باش تقوي بلادك، وبلادك غتقويها من خلال الرجال الاقوياء، والرجال الاقوياء لا قيمه لهم ان لم يكونوا في الاماكن القويه. والبرلمان دابا غتقولوا لي قولوا لي الاخوان بلي البرلمان فيه الفساد السياسي،
صحيح البرلمان فيه الفساد، فيه دابا 30 واحد متابعين وربما شي 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 عشرات ديال الملفات اخرى. هاد البرلمان الاخوان غادي يكون فيه الفساد الا ما كنتوش فيه نتوما، او الليله جمان هو احسن منكم. وانا ما كرهتش بالصد، لانه هذا الشيء اللي في الاول تخيلنا ان ربما هاد الناس اللي غيجيو غيجيبوا بعض الناس ويدا به. انتم كتشوفوا هاد البيعه والشرية ديال العداله والتنميه، اعتبر انه قضي عليها سنه 2021 وجبنا هذوك 13 فهمتي ولا. وتخيلوا الناس الخصوم ديالنا الحقيقيين اللي كاينين في الدوله وخارج الدوله، واللي النهار الاول مشاو مع الاصاله والمعاصره، وملي الحمد لله تهرسات على الصخره ديال العداله والتنميه، وهذه هي الحقيقه. يعني حولوا الكره الاحرار ودخلوهم معاهم فهمتي ولا، وداروا شويه ديال الديكور بالحزب الاستقلال الجديد مع الاسف الشديد. وانا هذا يؤلمني، حنا عندنا ارتباط معاه، وكنشوف انا باللي ماشي بلاصتو مع هذه الحكومات، بلاصتو يكون معنا في المعارضه، حتى الا كنا في الحكومه يقدر يكون معنا في الحكومه. هذا حزب ديال علال الفاسي رحمه الله. الا كان حزب ديال علال الفاسي خدام مع حكومه اللي فيها اللي كيطالب بالعلاقات الرضائيه، فعلى الدنيا السلام. ولهذا الاخوه التي نشرب واحد شويه الماء الله يرحمكم. ولهذا الاخوان ملي كتجي الانتخابات، ملي كتجي الانتخابات واخا كتجي الانتخابات الجزئيه، حنا عارفين في هذه الانتخابات الجزئيه شكون اللي غيتواجه معانا. بغض النظر على بعض الاشخاص، انا ما كنعرفش بزاف شي اشخاص زعما معروفين بالنزاهه وكذا الى اخره، ربما كاين شي وحدين اقصى اليسار الى اخره ما عرفت. ولكن اللي كنعرف هو انه هاد المقعد هذا بحال اللي قالوا الاخوان، كان فيه شخص يعني جالس يعني كيعطي الدليل، بالاضافه لانه ما عنده حتى علاقه بالسياسه، ما عمرنا سمعنا عليه. قال لك الاخ ما عمرنا سمعنا عليه، الاخ الحسن ما عمرنا سمعنا عليه في 3 سنين، ما عمرنا سمعنا عليه من قبل. انا مازال ما فهمتش هذه القضيه في هذا المغرب. كيجيك شي واحد ما عمرك سمعتي عليه، ولا تعرف شي حزب، ولا كان عنده شي ماضي، وبين عشيه وضحاها كيصبح نائب برلماني، وبين عشيه وضحاها كيصبح وزير. مع ان الدول الاخرى كتشوف بلي الاشخاص اللي تيوليو وزراء واللي تيوليو نواب برلمانيين تيكونوا معروفين من قبل، تيكونوا معمرين الدنيا بالضجيج ديالهم والقوات ديالهم والكلام ديالهم في القضايا ديال الامه وديال الشعوب ديالهم وديال الدول. هذا جابوه ردوه نائب برلماني، ما قدرش غير يحترم المبادئ والاخلاق اللي خصو يتحلى بها. كل انسان كيمثل الناس في واحد الامه بحال المملكه المغربيه في العالم كله، ولكن بحال المملكه المغربيه اللي هي دوله اسلاميه. ومشى كيعطي الشيكات بدون رصيد، وبلا شك ماشي هذا هو الشيك الوحيد فهمتي ولا، حتى يعني تم تجريده من هذه الصفه. إذن لنقلها بصراحه، المؤامره اللي دازت من البلوكاج، باش نكون واضحين، من البلوكاج الشهير حتى 2021 باش جا يعني اخنوش، فشلت وجابت ناس اللي الدوله، اسمعوا مزيان اش نقول لكم، الدوله انتبهت باللي الا بقات الشؤون ديالها في يد بحال هاد المخلوقات. هذا بعدا اللي عطى الشيخ بدون رصيد، هذا راه كيظهر من الصالحين بيناتهم، لان الاخرين راه داك الشيء اللي عندهم، راه داك الشيء فهمتيني ولا، راه داك الشيء دابا ماشي شيكات بدون رصيد، ماشي اللعب في الاقوات ديال العباد واللحوم والعقارات و و و و لا، بغيتيو تشوفوا هذاك الشيء، شوفوا اطلعوا على كم من شخص فهمتي، والصفقات، الناس اللي كانوا كيترقصوا الجماعات ومنهم واحد المخلوق فهمتي ولا، كل ساعه كينوض يخرج وبدا كيبلبل عبد الاله من كيران، مع عبد الاله من كيران، العداله والتنميه، مع العداله والتنميه، سعد اليمن شتو سكت فهمتي ولا، لان القضاء من ورائه. مفهوم فهمتي ولا، فهمتيني ولا، الى اخره. الدوله الاخوان، واش هاد الناس هادو شكينا بهم حنا؟ من الصعب كون شكينا بهم حنا، ما شكيناش بهم حنا. الدوله هي اللي دار الملفات ديالهم، الدوله هي اللي تبعتهم، الدوله هي اللي دخلت زعماء منهم للحبس،
وباقي هذه القضية ما انتهتش. علاش؟ لأنه الفساد فساد. يمكن لك تصاحب مع شي واحد فاسي لأنه كيقضي لك واحد المصلحة، ولكن واش عمرك تقدر تثق فيه؟ وملي كتشوفه كيمارس الفساد كتقول هذا غادي يخربها ويخرب عليا حتى أنا. وهذا الشيء اللي وقع للدولة اليوم. الدولة وعات بأنها غلطات، بأنه العدالة والتنمية كان فيهم الخلق الأساسي الأول اللي خصو يكون في المسؤولين على الدولة، وهو الأخلاق. العدالة والتنمية لحد الآن ماشي ما كانتش فيها متابعات، في الغالب كانت متابعات كيدية، وفي الغالب الناس ديالها كيخرجوا بالبراءة، أو ربما بعض الأخطاء القانونية والإدارية، ولكن الحفاظ على المال العام وعدم الدخول في 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 النهب وفي السعي هذا الحمد لله لم يثبت على أي واحد منا. وحنا اليوم الإخوان ملي كنرشحوا الناس بحال السي عبد الصمد أبو زهير كنرشحوا، لأن هذه القضية هذه ديال الأخلاق الإخوان راه هي الشرط الأول. الكفاءة ضرورية، ولكن ما يمكنش تجيب واحد الإنسان عنده الكفاءة وما عندوش الأخلاق، لأنه هذاك يعلم الله شنو غيدير فيك. فكيف إذا لم تكن عنده لا كفاءة ولا أخلاق كما نرى في هذه الحكومة، وكما واش تبع هذه الحكومة هذه وزعات 90 مليار ياك السيد الرئيس، 90 مليار ديال الدرهم ياك، 90 مليار ديال الدرهم اللي قالت غتوزع من خلال الدعم الاجتماعي وداك الشيء، ومع ذلك يعني الشعب لا يحبه. حنا كنعرفوا دابا ملي كيجيو يتقدموا لهاد الانتخابات الجزئيه، يعني علاش كيتقدموا للانتخابات وشنو هي البضاعه التي سيعرضونها؟ في الغالب سيعرضون الاموال، سيعرضون الاوراق ديال 200 درهم ولا ديال 300 درهم ولا ديال 500 درهم ولا يزيد او ينقص. وحنايا واحد القضيه، حنا الانتخابات ديالنا الاخوان بغيناكم نزلوا فيها، بغيناكم تبذلوا جهد حقيقي، بغيناكم تكونوا أتقياء كما كنتم دائما. إذا نجحنا مبارك مسعود، إذا ما نجحناش راه حنا خصنا نبقاو هذاك العنصر اللي تيبقى تيحضر الناس من غضب الله ومن مخالفة الله ومن الوقوع في المعصية ومن الوقوع في الفساد، لأنه هذاك العنصر هو اللي ربما إلا سمعوا له ينجو المركب، وإلا إلى ما سمعولوش فهمتينا ولا لا؟ يعني لقد ذهب الله بأقوام وأقوام وأقوام لم يستمعوا لأنبيائهم ولم يستمعوا للصالحين منهم ولم يستمعوا للذين يامرون بالقسط من الناس. ولهذا الإخوان اليوم كاين جوج المسؤوليات كبيرة. المسؤولية الأولى عليكم، أشكركم أولا أن جئتم لهذه الكتابة، الحمد لله ما كاينش فيكم حتى شي واحد فهمتيني ولا لا اللي عطاوه الاخوان شي حاجه باش يجي. الا شي واحد فيكم عطاه شي واحد شي حاجه باش يجي يوقف يقول لي السلام الا دوروا معايا باش نخرجوه هو واللي دور معاه. والله لا بقاو هنايا كاع بلاتي هذيك وحده اخرى كيسيوهم لا وثم فهمتيني ولا لا راه ما شربتيو هذاك الكاس دتاي الا بالتفاوض. لان في الاول قلت لهم واش غتوجدوا الاخوان شحال، قال لك السعوديه غنعطيهم الماء. قلت له هذا شي معقول؟ حنا ما كنعرفوش هذه المساله هذه ديال الماء بوحدو، الماء راه كاين في الروبيني فهمتيني، واحد الكويس ديال اتاي وشي بركه واخا على قد الحال. المهم صبروا معنا اللي قالوا شي يقولوا قبلوا علينا اللي تيقولوا المغاربه. فانتم الاخوان عندكم مسؤوليه، راه ما بحال اللي قال لكم السي عبد الصمد ماشي تدافع عليه، واخا انا ما متفقش معاه يبقى يقول انا ما عندي غرض بهذا الشيء. لا، عندك الغرض، ما عندكش الغرض لهذا الشيء باش تكون في البرلمان من اجل الوجهه او من اجل المصالح، وان كان هذا يمكن ان يكون هدفا يعني اضافيا، ولكن عندك الغرض باش تدافع على بلادك وتدافع على دينك وتدافع على امتك وتدافع على القضيه الفلسطينيه في البرلمان. راه واحد في البرلمان احسن من 10 خارج البرلمان كيتكلموا على القضيه الفلسطينيه الساعه الصباح. اذا انت راغب باش تنجح ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولا بغى الله غادي تنجح ان شاء الله الرحمن الرحيم. خصكم الاخوان
خاصكم الاخوان تقوموا بالدور ديالكم، اتصلوا بالناس اللي كتعرفوا ساكنين في هذه المنطقه بالتليفون مباشره، ديروا خرجات، فهمتيني ولا لا؟ المسؤوليه الثانيه بحال اللي قال الاستاذ، تحملوا للناس المسؤوليه. واش دابا هاد الناس هادو، دابا هاد المواطنين ديال الرباط المحيط، واش عاجبهم الحال مع الحكومه؟ الا عاجبهم الحال سيدي صوتوا عليها، صوتوا على هاد الاغلبيه ويديو هاد المقعد حتى هو يزيدوا لذاك 100 وشحال عندهم، 100 وشحال، 102 عندهم، 102 ياك، 102 فهمتيني ولا لا؟ هذاك 102 رقم مشؤوم، هذاك هو اللي جاب القبام المره الماضيه، بقاو محصورين فيه فهمتيني ولا لا؟ خليهم اسيدي يمشيو يصوتوا. هما دابا الناس كيقيلوا يشكيو، اسيدي كتقيلوا تشكيو، ايوا شنو ما بان لكم والو؟ نسيتيو العداله والتنميه، نسيتيو المرحله ديال السي عبد الله بن كيلان، نسيتيو النهار اللي صوتيو عليه 125. حنا ما محتاجينش نديروا حمله انتخابيه الاخوان، حنا درنا الحمله الانتخابيه ديالنا سنوات هذه، والناس عرفونا وعرفوا الحمد لله الاستقامه ديالنا، وعرفوا الحمد لله النظافه ديال اليد ديالنا، وعرفوا الحمد لله المشاريع الكبيره اللي استطعنا ندوزوها في البلاد واللي فيها المصلحه ديال الدوله، وعرفوا الحرص ديالنا على عموم المواطنين. حنا ماشي كنديروا هذا الشيء. هذا شكون اللي رفع الاجور في الاداره من بعض المرات والو 3000 درهم؟ شكون اللي زاد الناس في القطاع الخاص، في القطاع الخاص 10% فهمتيني ولا لا على مدى سنتين؟ شكون اللي رفع الاخوان؟ سمحوا لي، هاد المغاربه كينساو، خاصكم تفكروهم. شكون اللي كان في الاسره ديالو الناس كياخذوا في التقاعد في المعاش كياخذوا 30000 ريال في 3 شهور، ولا كياخذ 30000 ريال في الشهر بلا الاراميل. هادو مالين اللي كانوا كياخذوا 6000 ريال في الشهر و7000 ريال في الشهر و4000 ريال في الشهر، وبعض المرات غير 200 درهم و100 درهم في الشهر. دابا كتجيهم 30000 ريال استاذ، ما كاينش ريال ناقص على 30000 ريال. بلا ما نتكلموا على الاراميل حنايا درنا لهم واحد القدر معين، صحيح ماشي كثير، ولكن الحمد لله بدات المراه كتقبض 21000 ريال اللي كانوا عندها ثلاثه الدراري، كتقبض 14000 ريال اللي كانوا عندها جوج، كتقبض 7000 ريال اللي كان عندها واحد. جاوا هادو قال لك غادي يحيدوا الاراميل. المهم دابا شنو عندهم؟ عندهم خصهم يحيدوا من الذاكره العداله والتنميه ويحيدوا عبد الاله بن كيلان. اذا حيدوا الاراميل وسموها الدعم الاجتماعي المباشر، ولكن المراه اللي كانت كتقبض 21000 ريال ردوا لها 10000 ريال. والله ما تفك مع ديك المراه يوم القيامه سي اخنوش، اش داك ليها؟ واحد الدريه صغيره عندنا عطاتها واحد السيده في الاسره، عطاتها 100 درهم، عطاتها 100 درهم، ما قالت لها واه قرات معاك القران وتعطيك 100 درهم، سير ردها لها. قالت لها ماما دوني سي دوني، روبروندر سي فولي، فهمتي ولا نترجمها لكم؟ يوم ما صفقتيوش على الدريه. دوني سي دوني، روبروندر سي فولي، اسي اخنوش فوزيت ان فولور، فوزيت ان فولور، سرقتي الارامل اللي كانوا كياخذوا 11000 ريال، 21000 ريال، سرقتي لهم 11000 ريال في الشهر، وسرقتي الارامل اللي كانوا كياخذوا 14000 ريال، 4000 ريال في الشهر، وزدتي لهذوك اللي كانوا كياخذوا 7000 ريال 3000 ريال، وحيدتي واحد العدد، لان ذاك المؤشر ديالك، ذاك المؤشر الشيطاني اللي درتي، اللي شرى تليفون كتحيد ليه، اللي شرى بشكليت كتحيد ليه، اللي انت مالك السي اخنوش؟ انت ما كتعرفش شنو هي 11000 ريال، لان انت تقدر 11000 ريال تعطيها غير لشي واحد الا كان شي واحد الا كان كيحضر لك الطوموبيل تقدر تعطيه 11000 ريال. هذوك الناس راه 11000 ريال تيعيشوا بها شهر. اسمح لي، فوزافي طور، خالفتي المبادئ، خالفتي القوانين، خالفتي الدين، عماتك المسؤوليه. شنو غادي تكون السي اخنوش انت؟ شنو غتكون؟ ياك انا اللي جبتك، يعني كان اللي طلبت من سيدنا يجيبك من فرنسا باش تولي معايا وزير، وكبرنا بك انت ولا مشيتي احنا ماشي مشكل، تولي رئيس حكومه الله يكمل لك بخير، دير الخير وعلى الاقل ما ديرش الشر. هذه ديال 11000 ريال، هذه انا كنقول لك وجد راسك باش تجاوب الله تعالى عليها.
اش غيقول لك يوم القيامه؟ دابا ماشي غير هادي الاخوان، دابا ملي دخلوا هما هانتوما كتشوفوا ولا لقينا الراحه. هالمشكل ديال التعليم بقاو كيمشيو ويجيو فهمتي، ولا 3 شهور ضيعوا الدراري، 3 شهور ولا 4 شهور ديال القرايه، وفي الاخر رجعوا بالتنازل على كل شيء اللي داروا. هالمشكل ديال الطب، ضيعوا لينا 25000 طالب، ضيعوا لينا ليهم سنه حيت ما قدوش يتفاهموا معاهم من النهار الاول. ما كيعرفوا يتصالحوا وما كيعرفوا يتخاصموا. هاد الحكومه هادي حكومه زرقاء، ياك هذا هو اللون ديال الاحرار، زرقين فهمتي. هاد الحكومه هادي حكومه زرقاء، ولكن الاخوان راه واخا يكون اللي كان، راه ما يمكن لكمش تبقاو تتحاربوا الحكومه يعني غير بعدم الرضا ديالكم ملي كتجمعوا فهمتي، ولا تقولوا هاد الحكومه دايره ما دايراش. هاد الحكومه الاخوان خصكم تحاربوها بالنزول للمعركه، والنزول للمعركه هو النزول عند المواطنين اللي دابا بحال ضيخين، بحال ما عارفينش اش يقولوا. فهموهم، قول لهم حنا باقين هنا، حيت العداله والتنميه باقي في 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 في, في, في الساحه، وموجود ومستعد باش يدافع عليكم، ولكن انتم خصكم تحملوا مسؤوليتكم. الا كنتيو باغيين تصوتوا ب 4000 ريال و 6000 ريال و 8000 ريال، سيروا بحالكم، انتم ما صالحين ليناش. ولكن الا كنتيو باغيين المعقول، باغيين المبادئ، باقي واحد الحزب تيامن المعقول، تيامن بالمبادئ، تيامن القيم، وهذا الحزب هذا راه اليوم تيعرض عليكم نفسه من جديد. رغم انكم داك الشيء اللي وقع في 2021 عندكم فيه مسؤوليه ماشي مشكل، ولكن اليوم الى عاوتاني تحملتيو معنا المسؤوليه وصوتيو معنا وكانت فيكم الشجاعه تخرجوا نهار 12 يعني تمشيو تصوتوا فهمتيني ولا لا، راه ستجدوننا الى جانبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وعبروا على رايكم، ما تبقاوش غير كتهضروا غير في شؤونكم. المغاربه فين الرجله؟ فين الشجاعه؟ فين المبادئ والقيم؟ فلهذا الاخوان ديالنا الكرام، دعوتي لكم اليوم انكم من هنا ل 12 في الشهر شحال؟ 11 يوم بقات، 11 يوم هذه ماشي كثيره. توكلوا على الله، خدموا، تحركوا فهمتيني ولا الى العداله والتنميه نجح ان شاء الله الرحمن الرحيم في الانتخابات. وانا نقول لكم واحد القضيه، داكشي ديال الفلوس وداكشي انا ما تيهمنيش. طبعا انتم خصكم تحاربوا داكشي، الا لقيتيو شي حاجه حصلتيو، ولكن علاش ما تيهمنيش؟ لان كنقول الا كان لو كان هذاك الشيء كينفع كنا نفعوا في 2011، وكنا نفعوا في 2016 و 2015. ملي كتكون الحمله قويه هذاك الفلوس وداك الشيء بحال داك لي ديك اللي كيديروا التسونامي، لي ديك داك الخناشيد الرمله وداك الشيء، الا جات التسونامي تيفوت داك الشيء كامل. واش باغيين تكونوا تسونامي؟ وتدربوا بعدا ب 2025 2026 ان شاء الله تكونوا تسونامي، ولكن خصكم تدربوا. واش التسونامي كيبقى ناعس حتى 2026 عاد كينوض من روح؟ لا، هذاك التسونامي ديال الله، اما التسونامي ديال العداله والتنميه خصو يتدرب. واش فيكم شي ما يتدرب ولا والو؟ لا الحمد لله، فيكم شي بركه، فيكم شوف فيكم شي بركه، راكم جيتيو اليوم بهذاك الايمان اللي فيكم الحمد لله، وداك الروح اللي باقيه فيكم. حنا توكلنا على الله ورشحنا الاخ ديالنا السي عبد الصمد ابو زهير، وقبل هو باش يترشح، رغم انه يعني ما كانش الحماس اللي ربما في الاول مطلوب، ولكن في الاخر قبل وسمعتيو الكلمه ديالو الحمد لله كانت قويه. انتم من جهتكم خصكم تقوموا بالدور ديالكم، تحملوا الناس المسؤوليه الدور ديالهم، والمعركه ما غتنتهيش وما مفكينش. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.